أستراليام هدرتن سجال ودن آيات كهول قشان سيدو كلمة ركتي كل إيو لما بقول أو شقال آيات كهوس إمادا لعق أن آيدي إهيرنا almost $220 million هدي أن سوق أتوما ركتي وربحنتي آتسي سي بيزنس ديلي ها بل وحاد إنو شكتا وحوغا ماركتي وحاد إنو سوقوبتا قيد دي سوقت كهاس بتروليام إيو مانتا ميل أجوكتان بسم الله هرت عبد أب بدومها سنتهاي أنا نفتي وحن جالن لها إن وقت يا وقت كهركو ما ده عن الأرتي عن مرتكو نوضة حاس بترول يوم نساوي شيء تدي أبا بيجي درسة لكن حقيقة بالله ما أنت حاس بترول يوم تين شوفنا أنت هذا كذب نحن كلنا غنى إن شاء الله جد صوتك حاس بترول يوم ما أنت وشركة ده نمبر ون كأ ودن كان هدي لده هو شركين كالغوصو عاس عاس ودنكا أما indigenous company وحكر المدير يدوا كان بنايا الانترناشنال ودنكا ليه دول كالي لغلي هاي لكن انت هل كان كينا لغلي هاي شركة دو غوصو الرئيسو نبرك كويت ويان ساعد شكتي I think interview دا interview هربوا هاي ما انتو حالك هل هاي شغالة قارين إلا إلا بكون وشغالو سغال ودن أفريكا بانكا هل قلنا سفيعان هيد كوتر كينا مسيل صلدقين من الحاوي يعني دبي أديات UAE كتالو مركا وكمبني أنا دا أمانتا هدي أن سيء إفيريو أن ليا هاي وكمبني آد وغسو قيبقاتي لقالها باسمها تريتانكا مسلمين تا خاصة صومالي با وشغالة عن كل شيء غايب بقول كيو سغاشا وحي بدن هن مسلمين أما صومالي كسو جيدان قبل كينا نديستان مركا أنا دا أمانتا دا إيبو ترو سراد صلاة محاضر كعبة وحنوك عائن عن وحكة بدلة ملوشة الله بدا نكون إيو شقالة إيو حوى أيو كتير رسن مركبة كان بني قبلين كقادنا أيو كوميونيتي جينا أما مسلمين تا أما سوماليين تدكين أي ودنك وحنا بدان أصلا أمو قد جيد صوت كيو دي واسا وشيكتي كان بني جن وحالة سواء أساسا 1997 1998 هذي الحسوسته ووقتي ودعي النينو اوه يس اديت مركا على رحمة مرحوم عبد الرزاق يولال كيس عبد الناصر وحقها يعني قنا حسي سيريال كشقيسته ترانسبورت كاتا شيال كشقين هنا مركا كمباني كمباني هاشي كمد مركا كتري ودنكا كالتكس ليرو اي شدالو غادي جرين اوكي حيقيني جرين كسومو روب كيوين اي النينو مركو دعي جيتكي قوي دي قلوين كالتكس وحي يرين أنا كشدال ما لقى هذا ملاحن مرحبا حكوا يرين والكام يبسن كمان شدال كا تشدال كا يبسن وريج أنت لما ريتش رأي وراء كسوم ومرحبا تجين بس لكل تكس كيف شدال كي كيبين عجيب مجدا مرحبا وقت يجي المهم يجي يروح كفى إذا استنى شدال يبسن كيف يعني كل تكس المهم يجي مرحبا لقب حي وده يروح يدور لسوق بصي وما بحنا نكلتكس إن شغال اللي يبسو حيو باهن من ترانسبورت مكتي هل كان سيء أغبرين شغال إن أي كالنت سميستان كالنت إن أغور ريسو حيو غب سيء كسومو كبوية وقت إلى أيضا أنا كينا وحا كترتي مسوحا هاستي مرحوم موي سيفي عم مركب حاجة تري barriers to entry ودن كأنا تسوق قشو أما كم بني شغال دستو أب بالوقت كت مركب ما دام أي كم بني شغال أي هكى كسياسي كنا ودن كأي يحب حن لا يتنزانيا سيد هذا هذا شكتي حيوب حن يوغاندا قدمنا ساوث سودان بين سنة 2002 مركز بدل كي وضعي ودن كخصوصا ودن كأساسين the first oil marketing company in Kenya. Okay. سيدا وقتها هي انت وحي كهري ودنك refined product لما كي نجري. Okay. وحالا كي نجري كروت. شدار كي سوى عيرين. سوى عيرين بالا كي نجري. Okay. وحالا بقى سين جري factory مس refined ناري هالتان من باسو كو يالي. مركا pipeline كان شدال باي يالي. مركا داوت نقرطو انا نقرطو oil marketing company ودنك أساسا لحك بدن باي باني. markii uu dib baxay mooy policies is bedel weyn baa kii madaxdii kadib baa refine product kii wixii la ogolaaday saas baa wadanka ku soo noqday ay ku dhiseen shidaalka haas petroleum halaan al-hasan baa dhigay haas petroleum kadibna waxaan ku biirnay ilaa iyo congo waxaan galnay ilaa iyo zambia 2017kii waxaan ku faa'iideysanay ama aan kambaniga qayb ama ka iibinay ودنك عمان اوكي
waxay tusinaysaa waa rag ayaga naftood la socdaan adduunka iyo wax ka socda. Every country maanta waxaa arisaa dhallinyaro aad u yar CEOs of big company, multinational companies, or even dowlad waxaa arkaysa madaxweynaheedaba 30 jir ay maamulaan. Marka aniga waxaan leeyahay dhallinyarada nafaas la siiyo, khibrad qaas ay leeyihiin, laga faa'iidaysto, waxa isbeddel weyn bay keenayaan. Meesha aniga iyo odayga uu ka shaqeynayo 8 saac 16 saac inay ku shaqeeyaan maalintii laga yaabo. Marka waa in chance la siiyo, laga faa'iidaysto.